العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية، رؤية أستاذنا أستاذ أمير عن العدالة الاجتماعية، يعني هل العدالة الاجتماعية هي أنه زيدت 100,000 المتقاعد وأنت يعني قضيت على الموضوع بعد انتهى؟ العدالة الاجتماعية حقيقة غير متحققة. احنا لدينا مساواة ولدينا عدالة اجتماعية، والمادة الدستورية 14 واضحة وصريحة من هذا الموضوع. لكن للأسف الآن تذمر المواطن هو يشعر بعدم العدالة الاجتماعية. احرم 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 الجميع، ما عنده اشكال. ساوي الجميع في العطاء، ما عنده اشكال. اما تعطي اما تعطي شخص دون الآخر، هذا هنا المشكلة لدينا. يعني عندك المتقاعد مثلا استاذ، يعني المتقاعد نفس الخدمة نفس الكفاءة نفس العمل عند ما يطلع ونفس الوظيفة ونفس الصنف، هذا ياخذ 450 او 500، قول هسه صارت 600 ورا ال 100 الزياده، وهذا ياخذ 800 900. ولذلك هذه الحركه الان الموجوده من قبل كافه المتظاهرين فيما يخص تعديل سلم الرواتب لغرض التقاعد وكذلك لغرض حال المعيشه. بين وزارتين هناك اعمال متشابهة، مهندس كذلك بمهندس، لكن لا يوجد راتب متساوي بنفس الوقت. وفارق على هذا القرار وفارق, وفارق, وفارق جدا كبير موجود ما بين الجهتين. احنا نقول العدالة، تحقيق العدالة، لكن المساواة، يعني اكو مهندس في نفس الدائرة احداهما لديه اعمال ومهام خارج الدائرة ومستمر، والاخر في داخل الدائرة، اكيد لا يكون هناك تساوي. صح. لكن يجب ان يكون هناك عدالة اجتماعية ما بين هذا المهندس وكذلك المهندس الموجود في باقي الدوائر الأخرى. فلذلك تشاهد الآن بعض الدوائر هي طاردة للموظف، بيئة طاردة لا تناسب الموظفين. وهذا التفاوت والتفارق الآن اللي موجود في الطبقات المجتمع التي خلقت نتيجة وجود الفارق في عدم تطبيق سلم الرواتب، شاهد ممن هم موظفي المجال. من يعطل هذه؟ موظفي هذه القوانين، من يعطل هذه القوانين؟ من أهم القوانين التي تحقق استقرار المجتمع، ويجب أن تطبق حقيقة. مجلس النواب العراقي لغاية الآن ينتظر وصول التعديل إلى مجلس النواب، وسوف يتم عليه التصويت أكيد بالإجماع، الجميع متفق على هذه القضية لغرض تحقيق العدالة الاجتماعية بخصوص تعديل سلم الرواتب. بالنتيجة نذهب إلى عملية إنصاف المتقاعدين. يعني 50% من المجتمع. نعم، إنصاف المتقاعدين. جنابك الكريم تكلمت لهذا الملف، حقيقة لم يتم إنصاف المتقاعدين حتى قبل 2014، هناك تفاوت موجود في هذا الموضوع. فتعديل القانون التقاعد سوف يساهم في عملية الإنصاف إذا تم تضمين الفقرات التي تساهم في عملية زيادة وتغيير معادلة ممن لم ينصفوا سابقا بخصوص الراتب التقاعدي، وهذا مهم حتى في غلاء المعيشة.